بحضراتكم وبنبدا فقراتنا بالحلم العام، الحلم الكبير لمصر في مشروعات قوميه تحقق لها مستقبل افضل وتحقق لاولادنا ان شاء الله مستقبل افضل. كل الكيانات وكل الوزارات في مصر بتسخر امكانياتها لخدمه المشروعات القوميه المصريه، ومن اعظم هذه الكيانات واولها الجامعات المصريه مناره العلم في كل شبر في مصر، وبالتالي هي لها دور كبير جدا في هذه المشروعات القوميه. النهارده هنلقي الضوء على دور الجامعات وبالتحديد جامعه حلوان في خدمه المشروعات القوميه مع ضيفنا الاستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كليه الاقتصاد المنزلي بجامعه حلوان ومستشار رئيس الجامعه للتواصل المجتمعي. اهلا بحضرتك دكتور خالد. اهلا وسهلا. بدايه نلقي الضوء على المسمى ده، مستشار رئيس الجامعه للتواصل المجتمعي، اعتقد ده حاجه يعني ما كانتش موجوده مسبقا في الجامعات المصريه. نحب نلقي الضوء عليها. اولا خليني سيادتك اقول للشعب المصري كله كل سنه وانتم طيبين باعظم انتصارات. طيب. باعظم انا بعتبرها لهذه الايام ايام خالده لمصر كلها، انتصارات اكتوبر اللي نقلتنا من الهزيمه والانكسار للعزه والكرامه. فكل سنه والشعب المصري كله طيب، رئيسه وشعب وكل الناس النهارده المفروض يبقى ده عيد يؤرخ ليه، كل شرائح الشعب تعرف قيمه هذه الايام. اكيد كل سنه وحضرتك طيب. الدور الهام جدا للجامعات طبعا وخصوصا في الحقبه الاخيره في ال 20 سنه الاخيره ظهرت فرع هام جدا من افرع العمل في الجامعات وهو قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه. وانا دايما بقول ان دور الجامعه استاذ الجامعه ليس بين اسوار الجامعه، ولكن دور الحقيقي لاستاذ الجامعه خارج اسوار الجامعه، ده حقيقي. ولكن طبعا مع نهايه 2012 كانت جامعه حلوان سباقه، وانا قدمت فكره جديده لمجلس جديد للجامعه اسمه مجلس التواصل المجتمعي. استاذنا الوزير الدكتور محمد عبد الحميد نشار كان في ذاك الوقت هو رئيس للجامعه، وهو رجل فعلا سباق واخذ الفكره معايا ودرسها كويس قوي وعرضها على مجلس الجامعه. كان الهدف منها استغلال كل امكانيات الجامعه في خدمه المجتمع بكل نواحيه، يعني مش بس احنا هنقتصر على قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه، لا هنستفيد من قطاع الطلاب والخريجين وازاي نفعل دورهم في خدمه المجتمع والمشروعات الهامه اللي هنتكلم بعد شويه، المشروعات القوميه. ازاي استفيد من قطاع الدراسات العليا الهام جدا، كميه المهوله من الابحاث والدراسات والماجستير وخلافه، ازاي احنا نفعله في الدراسات التطبيقيه وازاي نعمل التواصل مع المجتمع فيها. ازاي ثم قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه، وازاي اربط بين كل هذه القطاعات ومؤسسات الدوله سواء مؤسسات غير حكوميه او مؤسسات الحكوميه ممثله. كنا نبدا بقى بالمحافظه والمجالس المحليه، مجلس النواب كان مجلس النواب كامل عدد كبير جدا، مجلس النواب خصوصا احنا في جنوب القاهره كنا ناخد كل اعضاء مجلس النواب بدءا من السيده زينب لغايه الصف واطفيح. كل ده كان بيجتمع شهريا ونتناقش في القضايا اللي بنسميها القضايا القوميه، وكنا بدانا بقضايا كبيره جدا منها قضايا مثلا محو الاميه، انشاء كليه طب، كليه طب في جامعه حلوان انشئت من خلال هذا المجلس وتم دعمها من خلال مجلس النواب في ذاك الوقت وخرجت لحيز التنفيذ من خلال هذا المجلس. عملنا حاجات كثيره جدا الحمد لله حتى هذه اللحظه، واحنا متواصلين مع المجتمع بناسس من خلاله كيفيه التواصل بمنظومه مدروسه، عندنا خريطه طريق كويسه جدا، جامعين كل الجمعيات الهامه الفعاله في المجتمع في هذا المكان والمؤسسات ورجال الاعمال وزي ما قلنا سيادتك واعضاء مجلس النواب، وعاملين ربط بين كل ده من خلال هذا المجلس. وفي جامعات ثانيه بقت حذو جامعه حلوان في مجلس التواصل المجتمعي، والمجلس بيراسه رئيس الجامعه وانا مستشار هذا المجلس، ويقرر هذا المجلس بيجتمع شهريا او احيانا كل 3 شهور حسب الاحتياج. وان شاء الله باذن الله اعتقد انه دي فكره يعني يجب ان تعم جميع الجامعات المصريه. جميل جدا. حضرتك بتكلمني اذا الناس احيانا بتشتغل في جزر منعزله، يعني ممكن يكون الطلاب بيعملوا دراسات عليا ممكن ما تفيدش المجتمع، او رجال الاعمال ما عندهمش اطلاع على ايه اللي ممكن يخدمهم في جامعه حلوان، مجلس الشعب ممكن يساعدكم في تشريعات، وبالتالي تم جمع كل هذه الحلقات ويعتبر هذا المجلس هو حلقه الوصل بين كل المؤسسات المسؤوله عن نهضه المجتمع بدءا بالمؤسسات التشريعيه ثم التنفيذيه وصولا الى المؤسسات البحثيه ممثله في حضراتكم. كان الاهم بالنسبه لنا ازاي نوصل الارض، يعني احنا نوصل الارض ازاي نوصل لمشاكل المواطنين على الارض من خلال، وكنا نعمل لقاءات ولا زال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعه وهو كان ايامها نائب رئيس الجامعه، كنا بندعو كل من احيط بنا من اهالي وجمعيات مجتمع ونعمل لقاءات مساء كمان بالناس ونسمع مشاكلهم وندرسها ونعمل فهرسه لهذه المشاكل ونعرضها على مجلس التواصل المجتمعي ونرجع نعرضها على مجلس الجامعه وتاخد قرارات وترفع للوزير التعليم العالي. وذلك انا بقول وبحيي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لما هو فعلا دعمنا بعدد كثير جدا جدا من الامكانيات للجامعه اللي نفذنا من خلالها زي ما بقول بعد شويه انشاء كليات جديده. برضه كانت فكر
احد الافكار اللي تقدمت في مجال التواصل المجتمعي. جميل. طبعا الجامعه يعني مناره للناس اللي حواليها، بتشع بالنور لكل المنطقه المحيطه بها، وبالتالي المراكز البحثيه الموجوده في هذه الجامعات لها دور كبير في المشروعات القوميه. في خطه السيد الرئيس بيتبناها وبيتم تنفيذها بالتعاون مع كل المؤسسات. دور الجامعات المصريه وفي القلب منها جامعه حلوان في خدمه المشروعات القوميه وتنفيذها. هو حقيقي طبعا خلينا نقول للمواطن المصري البسيط ان المشروعات العملاقه مش بس الهدف هو الوجهه الاقتصاديه، ولكن هو وضع مصر في مسافه الدول الكبرى. ده مهم جدا. المنافسه ده قيمه مضافه لمصر عشان تقدر تنافس عالميا. لما النهارده ما اقول انا عندي مدينه دي زي مدينه العالمين، لما اقول عندي مدينه الجلاله، لما اقول انا عندي جامعات اهليه، انا بتكلم عنها، لما اقول لما عندي، يبقى انا هوصل لمنتج انافس بيه عالميا. ده مهم جدا جدا، ده قيمه هامه جدا. مش بس كده، احنا بنقول ان الخطه الاستراتيجيه اللي وضعت من القياده السياسيه كان الهدف بيها ما عليكش النهارده، يعني مبدا يعني عيشني النهارده وموتني بكره، ده مبدا خاطئ جدا جدا. احنا حسينا بيه دلوقتي لما لقينا البنيه الاساسيه اللي كان عمرها الافتراضي منتهي من اكثر من 30 سنه بنتكلم عليها النهارده، وصلنا للمشاكل اللي احنا حاسين بيها. يعني احنا من 2013 بنعيد بناء مصر من جديد، ده حقيقي. من 2014 13 و14 بدانا نعيد في كل المناحي. تخيلي لو احنا عملنا الخطه القصيره لا يتجاوز مدتها 3-4 سنوات هنقع في نفس المشكله، لكن كنا اعمل خطط جريئه استراتيجيه جريئة. لا وجريئه، لانك انت في فتره صعبه بتنتقلي من لا دوله الى دوله، بتنتقلي من هلاميه دوله احنا كنا بننتهي، ثم بقى عاد الحياه مره لمصر مره ثانيه. لما تقول انت عايز ابني مشروعات، هذه المشروعات هتعيش اكتر من 50-60-70 سنة، وده المهم دلوقتي عشان المواطن المصري لما يدرس يبقى لازم يفكر كويس قوي وهو بياخد قرار لما يتكلم. ده مهم جدا، وده دور اعلام بلا شك، وانا احيي القناه الثانيه دايما سباقه في هذا المجال، انه ازاي احنا توعيه تثقيف المواطن، وده دور للجامعات. وانا بقول لا احنا محتاجين، احنا الجامعات المصريه محتاج يبقى دور اكبر في تثقيف المواطن المصري. احنا عندنا مئات الالاف من الخريجين، ازاي يبقى ليه دور مناره، ازاي يخرج من الجامعه يبقى مناره للمجتمع، خصوصا الراجل البسيط اللي مش فاهم. لانه النهارده في اعلام مضلل، في اعلام لازم نتكلم منتهى الامانه، في اعلام مستهدف انه يورينا الجزء الفاضي من الكوبايه عشان يضغط على المواطن المصري ووريه انت كل اللي بتعمل ده مش واخد حاجه. لا، ده انت مستقبلك، مستقبل اولادك واحفادك هو اللي بيعمله لك دلوقتي العمل. انت بص لبكره. يعني الرسول عليه السلام قال ايه؟ قال اذا قامت الساعه وفي احد في يد احدكم فسيله فليزرعها. شوف بقى الفسيله، وانا راجل استاذ زراعه، النخله دي عايزه كام سنه عشان تثمر، واحنا في يوم ازرع، فمعناها دي دفع للعمل. فانا بقول المشروعات القوميه، المشروعات العملاقه اللي اتعملت دي قيمه مضافه لمصر بنشعر بيها، هنشعر بيها دلوقتي في الايام العجيبه، خصوصا انا بقول في خلال سنوات قليله الشعب المصري هيتغير، مصر هتنقل نقله حضاريه كبيره جدا جدا، بس طبعا بفكر اولادها وبايمانهم بقضيتهم، وبعد كده ان شاء الله هنبقى في مصاف الدول الكبرى باذن الله تعالى. نتمنى ذلك طبعا. وطبعا حضرتك اشرت الى اهميه هذه المشروعات القوميه في نقل مصر لمكان اخرى. طبعاً. وده بيحط عبء على الجامعات المصريه. ده حقيقي. ايه ابرز الاوجه اللي اشتهمتوا فيها في المشروعات القوميه، او قدمتوا ابحاث، او قدمتوا ربما اطباء استشاريين في بناء الكباري والطرق؟ يعني في مجالات كثيره ممكن الجامعه تساهم فيها. انا مش عايز اقتصر فقط على جامعه حلوان، رغم ان جامعه حلوان هي جامعة متميزة جدا عن كل الجامعات. عندنا 23 كلية فريدة ملهاش مثيل. يعني لما اقول انا عندي كلية اقتصاد المنزلي، ما فيش اقتصاد منزلي الا في جامعة حلوان. هي بادئة حتى ما نشأ فهو نشأ بعد اقتصاد منزلي جامعة حلوان بعشرات سنوات. في كلية ام كلية سياحة وفنادق، كلية فنون تطبيقية فيها 14 قسم، في كليات كتير، تربية موسيقية، تربية فنية، كلها كليات ملهاش مثيل. ولذلك احنا كنا متفردين في هذه المشروعات. يعني احنا اول ناس واكثر ناس شاركنا في هذه المشروعات. فاحنا دايما الجامعه تعد كل امكانياتها، امكانيات البشريه، وانا بتكلم امكانيات البشريه اولا من اساتذه وخبراء وعلماء وطلاب. وانا بدع تحت كلمه طلاب دي 1000 خط، لما النهارده طلابنا النهارده بيشاركوا في مشروعات في الجلاله، النهارده بيعملوا جداريه طولها اكتر من كيلو متر في محافظه سيناء، جنوب سيناء، اولادنا بيعملوا معرض مفتوح في مدينه الجلاله، اولادنا بيعملوا كذا، اولادنا بيشاركوا في مشروعات محو الاميه. يعني مشروع العملاق لمحو الاميه، وانا اسعد اعرخ انه انا في 2012 بدانا من خلال مجلس التواصل المجتمعي بمحو اميه العاملين بالجامعه، ثم انتشرنا الى جميع المناطق المحيطه، عملنا اول بروتوكول للتعاون بيننا وبين هيئه التعليم الكبار، وده كان اهم. يعني انا بنظري وانا كاستاذ جامعه بقول بناء البشر مهم جدا جدا، لازم يمشي في اتجاه واحد مع بناء الحجر. يعني عشان اطور ابني انسان، لان انا مش هبني مبنى لانسان ما يعرفش قيمه المبنى اللي هيعيش فيه. ويبدو ان كل الكليات اللي موجوده في جامعه حلوان بشكل خاص هي كليات
لبناء الانسان. يعني حضرتك بتتكلمي عن التربيه الفنيه والفنون التشكيليه والاقتصاد المنزلي، كلها حاجات بتراعي الانسان الفنان، تشكيله وتكوينه وتربيته عقليا وفكريا عشان يقدر يبدع. فاحنا طالبين ده وفعلا معتمدين على ده. حضرتك بتقولي كان ليكوا دور في محو الاميه. فمحو الاميه دي ام مشروع. يعني بقول لسيادتك دي ده في الجزء لبناء الانسان. تعالى نكون بناء الحجر وبناء الانسان. احنا شاركنا، عندنا مكاتب استشاريه، عندنا خبراء، عندنا علماء، علماء في الطرق. احنا النهارده لما اقول احنا اكبر شبكه طرق حصلت في تاريخ مصر كلها حصلت في الاربع خمس سنوات اللي فاتت. احنا 5000 كيلو متر طرق محدثه وشرايين جديده. انا بقول، انا دايما بقولها في اعلام، انا ساكن في حلوان، كنت عشان اروح التجمع الخامس باخد ساعتين، انا باخد 18 دقيقه من بيتي لغايه التجمع الخامس. فانا وهكذا. الطرق دي مش بس هدفها بس هو فقط ان انا اوفر المشوار على المواطن، لا، ده انا بخلق نطاق جديد لمين؟ عمران جديد. انا كمان بوفر في التجاره الداخليه النهارده عشان نقل المواصلات، كل التكلفه على اي خامه هي تكلفه نقل. لكن لما اقول والله المشوار اللي من الشرقيه للقاهره هيبقى في ساعه، يبقى انا التكلفه كلها هتقل اكتر من 50% من قيمه المنتج. بلا شك ان الطفره اللي حصلت في الطرق، وكانت الجامعات لها دور هام جدا فيها مع وزاره الدفاع، مع وزاره الاسكان، وهي لها الباع الاول، ثم الطفره الكبيره في الاسكان وتطوير العشوائيات. خلينا قبل ما نتكلم عن العشوائيات اسمح لنا ان احنا نطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن فكره العشوائيات، لانها فكره يعني الحقيقه جيده جدا، ودي من ابرز الانجازات اللي عملتها الدوله. انه دايما بيقول ان المواطن له حق في اربع حيطان يعيش جواهم، حق في السكن، حق اساسي لاي انسان في العالم، وده ما كانش متوفر لمصر بشكل كريم في الماضي، وبالتالي ده يعتبر من الانجازات المهمه اللي يجب الحديث عنها. هنروح لفاصل ونرجع نتكلم عن العشوائيات بشكل عام. جمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية. عودة لحضراتكم من جديد، وما زال بيشرفنا الأستاذ الدكتور خالد القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي. بنرحب بحضرتك من جديد. كنا بنتكلم عن العشوائيات، تكلمنا عن فكرة الطرق والكباري والمحاور الرئيسية اللي بتسهل على الإنسان حياته وبتوفر رأس مال نتيجة لتوفير نقل السلع. فيما يتعلق بالعشوائيات، وده يعتبر واحد من الإنجازات المهمة جدا لحياتها الدولة المصرية، برضو نتكلم عنها وعن دور الجامعات في تدعيم القضاء على العشوائيات. والله احنا جامعة حلوان أولت موضوع العشوائيات أهمية كبرى، وأنا يعني أعتقد 9 سنوات متواصلة في هذا العمل، وبدأناه بالفعل من مجلس التواصل المجتمعي اللي احنا بدأناه. وده فعلا احنا ربطنا بين الهيئات الدولة اللي كانت موجودة، ويمكن أنا أشرف إنه كلية الاقتصاد المنزلي أقيم فيها أول مؤتمر لتطوير العشوائيات في 2012، وكان نتاجه من أعضاء مجلس النواب الموجودين إنه احنا ناخد دعم 300 مليون جنيه لتطوير حلوان. جامعة حلوان لها مع اتحاد بنوك مصر، وكانت برضو مشاركة من كل البنوك الموجودة، غالبية العظمى من بنوك مصر، وبدأت تحط البلان موضوع الخطة موضوعة، منها برضو تطوير المكان، تطوير المكان، تطوير البناء، ثم تطوير الإنسان. وشاركنا في الاثنين، سواء تطوير البناء طبعا الموجود في حلوان النهارده، لغايه دلوقتي شغالين في تطوير مناطق كفر العلو وعزبه الوالده عرب غنيم وغيره، كله ده بدانا بيه من 2012 لغايه النهارده 2020 واحنا شغالين. غيرنا مناطق غيرت تماما، يعني تدخل منطقه كانك ما شفتهاش قبل كده، تغيير. واشتغلنا في نفس المحور، اشتغلنا على بناء الانسان، المحو الاميه والتدريب والتشغيل وايجاد فرص عمل، الصناعات الصغيره والمتوسطه، كل ده اشتغلت في جامعه حلوان. الرعايه الصحيه كنا بنطور كمان المراكز الطبيه ونشارك في تطوير المستشفيات، كل الكلام ده. انا بقول انه المناطق العشوائيه دي قنابل موقوته، مشكله كبيره جدا، ولذلك لما أولها رئيس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي اهميه الكبرى بالنسبه له، احنا شفنا ازاي ننتقل المناطق العشوائيه في غايه الخطوره اصبحت مناطق انا بعتبرها مناطق راقيه جدا دلوقتي. لما اتكلم النهارده على الاسمرات 1 و2 و3، لما اتكلم على زينهم، اتكلم في مناطق كثيره جدا في القاهره تم في على مستوى مصر كلها تم نقلها نقله كامله. انتقلنا من داخل القاهره الى اسوان، كنا في مبادره حياه كريمه
في الشتاء اللي فات، وانا اول كان كنت ضمن وفد زرنا اسوان على بعد 200 كيلو من مدينه اسوان في وادي النقره، وشفنا قرى يعني تحت الارض مش موجوده، يعني ثلاث قرى. بدانا في تطوير هذه القرى بدعم كامل من الدوله مع جمعيات المجتمع المدني، خدناها برضو تطوير مكان الاول، وبعدين من خلال طلابنا كمان، طلابنا كانوا يعملوا المسح الاجتماعي ودراسه كامله للحل الاجتماعي للاسر ومهاراتهم وامكانياتهم، وبعدين نبدا نشتغل كمعيدين ندربهم على صناعات مختلفه زي صناعه النسيج وصناعه السجاد وغيره، والصناعات اللي ممكن تدر عليه وجلود. صناعه الجلود كانت احدى الصناعات الهامه جدا تتميز بها جامعه حلوان، وبدانا ندربهم تدريب عالي جدا الحمد لله، ودلوقتي مستمرين حتى هذه اللحظه في تطوير في اسوان. في وبالتالي بتبداوا دايما بالمنطقه اللي حواليك، وبداتوا بحلوان وتطويرها حلوان. ثم اتجهتوا بقى لافاق اوسع زي اسوان والوادي الجديد، والنهارده شغالين يعني احنا مع الدوله في كل مكان في مشروعات تطوير العشوائيات. طيب طبعا حضرتك كلمتني عن محو الاميه، ودي حاجه بتعملوها يعني دايما في العشوائيات او في غيرها، لكن برضو محو الاميه لسه ما زالت قضيه بتؤرقنا جدا كمصريين طبعاً. وعندنا نسبه كبيره جدا ما زالت موجوده بنعتبرها سبه في جبلنا انها لسه موجوده، زي ما كنا عندنا تحدي في قضاء العشوائيات اعتقد دلوقتي في تحدي لقضاء على الاميه. دور برضو الجامعه في قضاء على الاميه. والله هي الجامعه بدات في مبادرتها زي ما قلنا لسيادتك من زي ما قلت لسيادتك من 2012، وكان جهد شخصي من الجامعه. بعد كده تبنت وزاره التعليم العالي من 3-4 سنوات لما استلم الدكتور خالد عبد الغفار الوزاره، تبنى مشروع محو الاميه كاحد المشروعات القوميه بالنسبه للجامعات. وبدات كل جامعه تنشئ مركز لتعليم الكبار، وبدا كمان يضع في اللوائح انه ما فيش طالب يتخرج الا ما يمحي اميه 4 أو 5 طلبه. انا امبارح كان عندي المدرجات شغاله ما بين الطلبه والمدربين، بحيث الطالب يخرج هو دلوقتي متدرب يتحول الى مدرب في مكانه، ومش هياخد الشهاده الا ما يمحي اميه يعمل الخدمه الاجتماعيه. على فكره هو الفكره السيئه بس في السنوات السابقه لمحو الاميه وامكانيه اعطاء الشهاده، لا دلوقتي العمليه تم اغلاقها من المنبع زي ما بيقولوا، والعمليه منظمه جدا جدا. وانا اعتقد لو استمرنا على هذا المنهاج وانه نبقى احنا كتائب عمل على الارض من الشباب من الطلاب، ده هو احنا قوتنا كلها في الشباب، لازم يكونوا هم مؤمنين بده فعلا، وما يحصلش تسرب برضو من الكبار، لانه في النهايه التجربه دي ما اعطتش ثمارها قوي في سنوات سابقه. ما هو فازاي نقدر نحكم فعلا زي ما حضرتك بتقول التجربه؟ للاسف ثقافه محو الاميه اللي ماضيه كانت سيئه جدا جدا من خلال اشياء كثيره جدا. المجتمع مشارك يعني المجتمع مشارك، وعدم وجود الوعي كان مشارك، ان انا عايز اخد الشهاده عشان اتوظف، انا عايز اخد الشهاده عشان اخد رخصه مرور، انا عايز اخد الشهاده، لا هو اصبح عايز ياخد الشهاده عشان يتعلم. ما ده احنا دورنا عشان نعرفه. انا شفت ناس دخلت مره واثنين وثلاثه وتمتحن مره واثنين على ايدي انا شخصيا مره واثنين ومصمم لازم ياخد الشهاده. فلا احنا بدا نغير الثقافه، ودورنا هام جدا تغيير ثقافه المجتمع ازاي هو يتعلم. ده ابسط الاشياء دلوقتي. العالم بيتكلم محو الاميه الالكترونيه، احنا بنتكلم محو الاميه كتابه وقراءه، ده شيء عار يعني على مصر يبقى 7000 سنه حضاره واحنا نتكلم على انسان مش عارف يقرا ويكتب في مصر. وعار على كل استاذ على كل طالب يتخرج من جامعه، لانه هو له دور هام جدا، ده علم ربنا اداهوله وهيسال عنه. في ناس كتيره قوي يعني ما بتدخلش الجيش، وبالتالي فكره الخدمه العامه ما بعد الكليه دي ممكن تكون فكره حلوه وجميله جداً للناس اللي مش هتلتحق بالجيش، سواء البنات او برضو بعض الاولاد اللي ما بيلتحقوش بالجيش، وبالتالي خدمه مجتمعهم ده اولا حاجه دينيه الى جانب انها حاجه اخلاقيه والتزام تجاه الاخرين، فممكن يعمل فرق كبير. انا عايز اسال حضرتك كمان عن الحملات الصحيه. احنا طبعاً عندنا طبعا حمله 100 مليون مواطن، وعندنا حياه كريمه، وعندنا ايضا الجهود ضد جائحة كورونا. دور جامعة حلوان برضو في مواجهة هذه الأشياء. خلينا أقول كلمة كمحايد يعني أنا عايز أقول كلمة ما هيش تملق ولا غيره. لو إحنا قلنا بس مبادرة الرئيس، المبادرة حملة 100 مليون صحة، أنا بعتبر لو هي فقط هي من ضمن المشروعات القومية هو هي المشروع. ليه؟ أنا بتكلم على فيروس سي أكل أكباد المصريين. أنا أشهد من أبناء الصعيد محافظ قنا، عندنا مئات بل الاف من شبابنا، ظهر شبابنا راح في الكابل. احنا بننسى ليه؟ انا مش عارف احنا بننسى ليه؟ ليه بننسى؟ يعني ليه ما نقعدش نذكر بعض؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ النهارده بنتكلم عن هذا المرض الخطير اللي حصد الاف الشباب، ظهرت شبابنا حصدوا وما كانش في نتيجه، ده هو مجرد يعرف المرض متاخر يدخل مرحله السقسقه ونزيف ويموت. هذا الانجاز العظيم اللي وصلنا مين من خلال هذه الحمله، انه النهارده بنتكلم انه ما فيش فيروس سي. انا بقول لك بمنتهى الامانه لما يكون النهارده بتحلل، احنا دور الجامعات احنا اساتذتنا كلنا بقينا في الشارع. كليه الطب عندنا كليه رائعه، ويقولها الدكتور ممدوح مهدي رائعه بالفعل. احنا بقينا كتائب كلها شغاله مع حمله 100 مليون.
كلياتنا فتحناها نستقبل المواطنين، سواء نبدا باساتذه الجامعه واعضاء التدريس والطلاب، وبعدين فتحنا للمناطق المجاوره، وده كان مساعده هامه جدا جدا. لما دخلنا في جائحه كورونا احنا اول فريق طبي عمل اول مستشفى عزل كان عندنا في مستشفى 15 مايو تبع جامعه حلوان. احنا الناس كانت بتهرب، وانا بقولها اسفا وحزنا انه لما الطبيب انت الجندي الاول، احنا في بعض المناطق مش كل المناطق، ولكن احنا كاساتذه جامعه في كليه الطب كان بيتسابقوا مين يروح يدخل عزل، كان بيسابقوا مين اللي هو يعني انا بقول له انت عليك اسبوع، لا انا هاخد اسبوعين وثلاثه، وفي ناس فيهم يعني ضحت بنفسها في داخل هذه المعركه. فده مهم جدا جدا، فانا بقول لا جامعه حلوان كان ليها دور هام جدا، وجامعات مصر كلها ومنتهى الامانه وزاره التعليم العالي يعني اكدت للعالم لمصر كلها انه هي فعلا قادره على التصدي لهذه الازمات، وكان اكبر ازمه، ويا رب يا رب تكون يعني نبقى فاهمين انه احنا ما انتهيناش، يعني يا رب الشعب المصري يفهم انه ازمه كورونا ما انتهتش، ده احنا فتره هدنة يعني لازم نكون مساعدين، لا قدر الله شايفين العالم كله بيتحول بيرجع مره ثانيه، وبعدين وامكانياتنا والتطبيقات والاجراءات الاحترازيه يجب نلتزم بيها ونعرف انه فهي لا الجامعات لها دور هام جدا جدا. وجامعه حلوان بسم الله ما شاء الله احنا كليه الطب عمرها ما خمس سنوات ما عداش خمس او ست سنوات بالتحديد، احنا النهارده الحمد لله في مصاف كليه الطب على مستوى العالم مش مصر بس. ده جميل انه بدا يعني عوده الجامعات المصريه تاني للتصنيفات. طبعًا. احنا كنا خرجنا من العديد من التصنيفات. فمثل هذه الجهود المجتمعيه برضو بتاخد درجه او بتاخد شيء بيمكنها من الالتحاق بالترتيب العالمي للجامعات. ايوه يا فندم، ده احنا عندنا ملف التواصل المجتمعي كان احد اهم الملفات اللي احنا اضاف ميزه وقيمه في التصنيف لجامعه حلوان، الحمد لله هي في المصاف دلوقتي الاولى بين الجامعات. لكن انا عايز اقول احنا يعني بغض النظر عن التصنيف الدولي احنا على الارض بنعمل ايه؟ يعني انا ما يهمنيش اخد يعني يهمني فعلا ابقى موجود في موقع معين في التصنيف، لكن يهمني شعور المواطن بيا انا شخصيا، يعني انا كجامعه ازاي اثر، وخصوصا في مجال التوظيف والتشغيل، لانه الدوله النهارده محتاجه كل ايد تمتد للشباب، لانه احنا هنقاس، احنا الشعب بيقيسنا انا وظفت قد ايه من اولادي، يعني انا مش هبقى فرحان يبقى انا عندي خمسه سته خريجين وقاعدين جنبي، ده دور جامعات ودور مجتمع مدني، دور رجال اعمال، فتح افاق للعمل، مين اللي هيدي تدريب وتشغيل؟ النهارده لما اقول انا عندي جامعات تتفتح عشان ابدا بعد دراسه لسوق العمل الارض، وانا محتاج ايه وبخرج طالب محتاجه سوق العمل، انا ايه مشكلتي في البطاله؟ انه الجامعات بتخرج لي بال 40 و 50 الف مش مؤهلين لسوق العمل، لا ده مش محتاج سوق العمل تماما، يبقى انا عندي مصانع بتقفل وعندي بسم الله ما شاء الله اهاوي مليانه بالايه؟ بالشباب اللي هم كلهم دول خريجين جامعات، وممكن يكون جامعات كبرى يعني كليات قمه زي ما بيقولوا ونايم. النهارده لما ابدا اخرج افتح جامعات حسب احتياج سوق العمل، وده بيحصل دلوقتي، واعمل تخصصات، احنا فاتحين كليتين بسم الله ما شاء الله، خدنا قرار رئيس وزراء لكليه علوم التغذيه، ودي كانت هامه جدا جدا، ويمكن انا شرفت ان انا اشرفت على كل مراحلها حتى هذه اللحظه الحمد لله مع الدكتور استاذنا الدكتور ماجد نجم وزير التعليم العالي، وخرجناها وكليه فنون الموضه لجامعه حلوان، عايزين كليات مستحدثه تتواكب مع احتياجات سوق العمل. وانا شايف ان ده هو الاتجاه حاليا فعلا في التعليم العالي، وبنشكر ونثمن جهود حضرتك وجهود يعني مجلس التواصل المجتمعي، والجامعات المصريه هتظل هي المناره اللي احنا بنعول عليها في التقدم باذن الله. بشكر وجود حضرتك، شكرا جزيلا، كل التوفيق لجامعه حلوان. الله يخليك يا فندم، شكرا افضل، شكرا. لسه مستمرين مع حضراتكم اعزائنا المشاهدين، وبعد الفاصل هنروح من الحلم العام للحلم الخاص. دايما الحلم بيبدا حلم خاص، زي ما بنقول الاسره نواه المجتمع، الفرد نواه الاسره، لو هو ما عاش وجري ورا حلمه هيعيش محبط ومش هيقدر يدي الاسره ولا يدي المجتمع اللي حواليه، علشان كده لازم نجري ورا حلمنا. مثال حي على المعافره على الحلم هيكون معانا بعد الفاصل، الفنانه عفاف صلاح الدين الفنانه التشكيليه.